بسم الله الرحمن الرحيم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما وإن الآخرة هي دار القرار الله 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 من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب الله الله ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار ما شاء الله يا عزيز يا غفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما سبحانك يا رب الله وحق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد صدق الله